بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القافلة جاءت تنفيذا لتعليمات السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين ميرابي. خلال هذه القافلة تحت عنوان تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية، حيث نقوم رفقة الشركاء من أمن وطني ودرك وطني واكتشاف إسلامية والمجتمع المدني وكل الفاعلين في المجتمع بالنشر وتحسيس شبابنا بأهمية التكوين في التنمية الاقتصادية، وكذلك أهمية انقطاع خاصة من الجانب الرقمي من أجل ولوج الشباب، شباب الجزائر وشباب سكيكدا بصفة خاصة إلى عالم الشغل. القافلة ستدوم لمدة 3 أيام، بحيث اليوم راح نشوفوا معظم الأماكن اللي فيها تجمهر كبير بولاية سكيكدا، أي معظم الساحات العمومية التي يكون فيها اللي نحن عندنا بصفة خاصة نستهدف الشباب الراغب للولوج لعالم الشغل عن طريق قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أي عن طريق اكتساب حرفة ومهنة للولوج بها بإذن الله إلى عالم الشغل. وبالتالي رايح القافلة رفقة هذه الوجوه النيرة من درك وطني، شرطة، كشافة، مجتمع مدني، كل الجمعيات الفاعلة، مؤسسات الدعم. رايح نزور كل ولا معظم الساحات العمومية الكبرى بولاية سكيكدا من أجل القيام بعملية تحسيس التي يقوم بها بطبيعة الحال إطارات قطاع التكوين والتعليم المهنيين من مدراء ومستشارين الإعلام والتوجيه بإذن الله. الجملة هذه يعني جد مفيدة، على خاطر درك رانا في الوقت الراهن هذا الباب مفتوحة، سواء على مستوى العالمي ولا مستوى الوطني. قادر بالدبلوم هذا كي يكون متقن الحرفة تاعو يقدر يفتح له باب شغل، يقدر حتى يروح لمام شركات أجنبية، وتكون مش مجرد الجامعة برك، تكون هي كما قلت البوابة الأولى لي كي نقول حنا الاستفاده، ولا تكون عنده ديبلوم قادر بروف تكوين مهنيا، تكون عنده حاجه جديده، حاجه كما نقولوا حنا نجح في حياته، باش يكون أمه على الاقل يساهم هو لروحه نفسه ويساهم الاقتصاد الوطني. نواصل دائما في اطار تدعيم الدخول اكتوبر 2024، نقدم دائما نداء الى الشباب، نقولوا لهم ما تضيعوش الفرصه، اتصلوا بمراكز ومعاهد التكوين المهني للحصول على شهاده تفيدكم في المستقبل، ونقول لهم بلي هذه فرصه ربما اليوم متوفره ربما غدوه ما تلقاهاش. كما يقول المثل، مهنه في اليد خير من مال الجد. مرحبا بكم في اي وقت، مكاتب الاستقبال راهي مفتوحه طوال ايام الاسبوع باستثناء يوم الجمعه. دورة أكتوبر 2024 لاحظنا خلال القافلة اللي خرجنا هذا اليوم، لاحظنا إقبال كبير من الجمهور والرغبة، رغبة أنهم أنفوا سمعوا باللي إحنا كما قلنا قافلة عن تكوين مهني. لاحظنا ناس بزاف جا وداو عندنا لي بروشور، داو لي ديبليا، قاعدين يسقسيونا على الاختصاصات اللي كاين، مقارنة القوافل اللي درناهم خلال الصيف، يعني كان إقبال كبير والدليل واش كاين في الميدان. أخيرا في الميدان.
على الاقل يروح يجيب لون من اي يقدر يلقى به مناصب عمل مناصب شغل وما ينحرفش. السلام عليكم، معكم المستشار الرئيسي ورئيسي لميا مركز التكوين المهني والتمهين فلفلة. اليوم خرجنا في حملة إعلامية تحسيسية، قدمنا قافلة إعلامية أونيفو دوسكيكدا، نطلب من الشباب الراغب بالالتحاق بالتكوين المهني بأن التسجيلات مفتوحة إلى ما بعد الدخول المهني، وذلك يوم 8 أكتوبر 2024. الالتحاق بجميع المراكز وجميع المعاهد على مستوى في من الولايه.